مليون ونص روبل روسي هو العرض المقدم لمراهقين روس طلاب مدارس طبيعيين في ماريوبول في إقليم دونيتسك. أبلغوا عن الواقعة لأن مقابل الفلوس مطلوب منهم تنفيذ عملية إرهابية. ده الخبر الأكثر تداولاً عن روسيا من أمس. المراهقون وصل لهم عرض عبر تطبيق تيليجرام للمحادثات بالمبلغ اللي بيعادل تقريباً 16,000 دولار في مقابل شن هجوم على المدرسة رقم واحد في بلدة نوافا زوف، على حسب كلام الطالب إيجور اللي تقدم ببلاغ للفرقة الشعبية المسؤولة عن النشاطات الشبابية واللي أبلغوا بدورهم السلطات عشان يتفتح تحقيق للوصول لمن أرسل الرسائل. العرض تقدم من مجهولين إلى الآن، ويوم 25 مارس الجاري كان الطلب بعد أيام قليلة من حادث كاراكوس الإرهابي في ضواحي موسكو. ردود الفعل على الخبر المنتشر على مدار اليومين اللي فاتوا كانت تملأ كل المنصات اللي اهتمت بتحليل أبعاد الموضوع بشكل أو بآخر. هنبدأ مع لوب، حساب باسمه عمل تحليل بسيط وقال أكيد أمريكا أو إسرائيل. كان في حساب تاني باسم أبو محمد رسم مخطط انتقامي بشكل أو بآخر وكتب على إكس لتفعل روسيا نفس ذلك في لندن وباريس ونيويورك وميونخ. أما حساب أخير كان معانا باسم دكتور بي كتب في تعليقه رأيه في تطبيق تيليجرام وقال التيليجرام خطر جدا، مفتوح المصدر وأي جهة تقدر تسوي جروب من غير مراقبة.